اهلا بكم في فيديو جديد على قناتي هاب ممدوح. فيديو النهارده هنتكلم عن التحديث اليومي للبيتكوين. طبعا زي ما شفنا الساعات اللي فاتت هبوط البيتكوين من مناطق 71300 ما قدرش ان هو يخترق المقاومه 71300، وبعد كده هبط وثبت شويه فوق ال 68000، ثم كمل هبوطه الى مناطق 64600. وعشان البيتكوين يفضل معانا مكمل في اتجاه صاعد لازم يحافظ ويثبت في المنطقة اللي انا محددها لك بالخطين اللون الاصفر، وهي منطقة 65700 لمنطقة 64565، ويثبت خلالها ويظل ايجابي، لانه هو زي ما احنا شايفين ملامس اتجاه الدعم مع اتجاه ترند، لسه الاتجاه بتاع الترند صاعد. فلو حافظ على المنطقة دي هيكون هدف البيتكوين الاول 68400، بعد كده لو ثبت واخترق فوق ال 68000 هيكون الهدف الثاني 71300، واللي تحولت معانا الى مقاومة قوية. بعد كده يقدر يخترق البيتكوين الاول تايم هاي بتاعته 73600 ومنها ل 76000، ويكون هنا لينا تحديث تاني. اما لو لم يحافظ البيتكوين على المنطقة 65700 الى منطقة 64565، وهي منطقة ارتدادية المفروض منطقة دعم قوية، لو خسرها البيتكوين وتم كسرها وثبت بشمعة 4 ساعات تحت ال 64500 هيكون الهدف الاول ليها 61300، ومن ثم الى 59000، ومن ثم الى مناطق 56840. يعني باختصار مفيد ان اللي بيحصل في البيتكوين حاليا من وجهة نظري هو تصفية عقود اللونج والشورت، بعد كده يقدر يستقر ويبدأ يكمل تاني الاتجاه الصاعد بتاعه، الا لو اغلق زي ما قلت تحت 64500، ساعتها هيكون الاتجاه تحول من الايجابية الى السلبية، ويبدأ معانا الاتجاه السلبي، وممكن نشوف مناطق 61000 لمناطق 59000 على الارجح. وجهة نظري اللي بيحصل حاليا هو تصفية لعقود اللونج وعقود الشورت، بيحصل تصفية ولك ودع للمتداولين الفيوتشر، هي اللي مأثرة على استقرار السوق. لان احنا لو بحثنا في الاخبار السلبية وسبب الهبوط احنا مش متأكدين من اي خبر سلبي تجاه البيتكوين، الا هو ان العمليات اللكودة لعقود اللونج وعقود الشورت اللي بتحصل. لو انت مهتم بمجال تداول العملات الرقمية ما تنساش ان انت تسجل حساب في منصة بايبت، هسيب لك اللينك في وصف الفيديو، هتقدر من خلاله تحصل على بونص على مبلغ ايداع اقل حاجة 100 دولار، هتقدر تحصل على 10 دولار، كمان تقدر من خلاله تشترك معانا في جروب التوصيات المجاني VIP مدى الحياة. بمجرد ان انت تسجل وتوثق وتودع هتحصل على عملات الاستثمارية اللي احنا مننزلها على الجروب العام اللي انت تقدر تشوفه في لينك وصف الفيديو، اسفل الفيديو هتلاقي جروب كريبتو او صفحة كريبتو وورلد اللي بننشر عليها بشكل دوري عملات استثمارية حققت معانا 5x و10x، وحننفرد ان احنا وحنخص المسجلين من خلالنا في باي بيت ببعض المشاريع اللي احنا بنستثمر فيها، هيكون هدفها على الاقل 5x و10x. كل اللي عليك ان انت تسجل وتودع بحد أدنى 100 دولار وتتواصل معايا وهضيفك إلى الجروب الخاص. وكده وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساش ان انت تعمل لايك وشير وكومنت وتكون مفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.